بص حضرتك، اسعار الذهب بتختلف طبعا من دقيقه لدقيقه، مش هنقولك من ساعه لساعه، وانها من دقيقه لدقيقه، وبتختلف طبعا على حسب السعر العالمي اللي بيظهر على البورصات العالميه، وبنقدر ان احنا نظبط سعره هنا ونوصله للسعر اللي احنا بنقدر نقوله عليه هنا في مصر. النهارده اسعار العيار 21 سعره النهارده 775 جنيه لكل جرام، ده طبعا خلاف المصنعيه والقيمه المضافه والضريبه. وبالنسبة للعيار 18 بيعمل 660 جنيه برضو خلاف الضريبة والمصنعية والأجرة والقيمة المضافة. بالنسبة بقى للعيار 24 طبعا ده الذهب ال 24 سعره النهاردة بيتراوح سعره ما بين 850 ل 900 جنيه، وطبعا نظرا لانه هو سوفت تو سوفت او لين لدرجة عالية جدا، فطبعا صعب ان احنا نقدر نشكله باي شكل من الاشكال. يعني ال 21 وال 18 نقدر نعمله جميع المشغولات، اساور، خواتم، حلقان، وانما ال 24 صعب تشكيله لانه تو سوفت، وان هو صعب جدا ان انت تقدر تعمل منه اي شكل، لان هو مش هيبقى على حالته الطبيعيه بملمسه، يعني لان هو طري جدا وهيبقى صعب جدا ان هو يتشكل باي اشكال من الاشكال الخفيفه دي. لازم تبقى حاجه عامله زي السبائك اللي هي بنقول عليها، او الانزات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ومعموله عندنا هنا في مصر. النهارده سعر الانثى، النهارده الانثى 31 جرام و10 بتخش لها في حسبه يمكن ما بين ال 27000 جنيه وال 28000 جنيه على حسب السعر اليومي وتغيير الاسعار على حسب السعر اليومي. يعني الجنيه الذهب النهارده بيعمل له حوالي 6250 جنيه، برضو هنقدر نقول نفس الوقت الاسعار في الوقت الحالي، وانما بيتراوح ما بين ال 6200 لغايه ال 6250 ل 6300 جنيه على حسب تغير السعر في اليوم الواحد. والله بص حضرتك، في ناس كتير قوي يعني بتختلف الاراء في هذا الموضوع، يعني في ناس جايه بتبقى عايزه تبقى تدخر وانها كمان تلبس، وفي ناس بتبقى عايزه تدخر وانها تبقى شايله فلوس وبس، وعلى هذا المنوال بتبقى اختياراتهم متجهه لهذا الاتجاه. يعني اللي بيبقى مدخر بس وعايز يدخر بس بيجيب حاجه علشان ما تبقاش فيها مصنعيه كتير وما بقاش فيها شغل كتير، يا اما بتاخد جنيهات ذهب يا اما بتاخد سبائك. وعلى هذا المنوال بقى، وفي ناس بتحب تلبس وتحب تبقى شايله حاجه مدخرها للوقت وللزمن يعني. وعلى هذا الاساس بقى هي بتختار على حسب ما بتختار 21 او 18. وبالنسبه لها ارخص انواع المصنعيات والاجر في الاشغال بتاعتنا اللي هي الغوايش. فالناس كتير قوي اللي هي بتبقى عايزه تلبس وتدخر في نفس الوقت بتحط تقريبا كل مدخراتها تقريبا في حكايه انها تجيب غويشه تلبسها وتعمل بيها منظر وتبقى ليها شكل، وانها في نفس الوقت عامله الذهب ادخار برضه بينها بالدول. لا، اسعار الذهب يا جماعه، اسعار الذهب ده بورصه عالميه، يعني لا احنا ولا اي حد بيقدر، دي بورصه عالميه قابله للطلوع وللنزول ولتغير الاسعار على حسب المتغيرات اللي حاصله على الساحه دلوقتي. يعني ممكن تلاقي دي الذهب زاد له بال10 جنيه وبال20 جنيه في اليوم الواحد، وممكن ينزل له بال20 جنيه وبال50 جنيه في اليوم الثاني، فده سعر عالمي مش احنا اللي بنحدده. كما هو الحال طبعا زي ما انتم عارفين ان الاختلاف في الصناعات واختلاف العصور بتختلف الالات والاستخدامات بتاعتها. يعني زمان كان الشغل كله يدوي، شغل يد، فكان الحاجات دي بالنسبه لسعر ورخص سعر الذهب كانت الخصيه اللي بتنزل من تشغيل وتجميع الاحجار وتجميع الشغل ما بتهمناش. انما دلوقتي مع غلو سعر الذهب وان الذهب وصل لاسعار فلكيه، ان دلوقتي الحاله بتعمل لها ان اعمل شغلي، ان انا اقعد اعمل شغل يدوي من اول من الالف الى الياء فبقى صعب. كان زمان كله بنشتغل يدوي، بنصنع كل حته حته بحتتها وبعدين نجمعهم. دلوقتي طبعا طلعت حاجات كتير قوي، طلعت بعد كده طبعا تطور، بعد كده جه القوالب الجبس، وان انت تعمل حته الشغل على جبس وبعدين تصبها ذهب، وبعد كده طلع بعد كده الشمع، وبعد الشمع لما طلع الماتريكس اللي هو دلوقتي اجدد حاجه دلوقتي. لو الحاجات اللي بتتحط عليها الاحجار بتبقى الاحجار متركبه على الشمع ويتصب عليها الذهب، دي احدث حاجه. ليه؟ كل ده علشان نقدر نوفر في الخصيه اللي بنقول عليها ان هي ما تعمل لناش جاب عالي فوق الاجره او المصنعيه اللي احنا بنحطها للزبون علشان يشتري قطعه الشغل. فكل ده بيتعمل لمصلحه الزبون، ان انت كمان توفر وان انت تبقى عامل للزبون
يعني مصلحه في ان هو يقدر يقتني حته الشغل باقل مصنعيه ممكنه واقل. وعلشان كده بس يا جماعه في حاجه كده كنت عايز اوضحها لكم عشان الناس كلها مختلفه على الحته دي، وفي ناس كتير قوي مختلفه عن الموضوع ده. الناس فاكره يا جماعه ان حته الشغل مثلا لما بيجي واحد بياخد حته شغل سواء كان خاتم او حلق ان هو سعره مثلا 3000 جنيه او 4000 جنيه. هو دي مش كلها سعر الحلق، ده احنا بنتكلم في سعر الخامه اللي هو ال 2000 جنيه او ال 2500 جنيه وال 500 جنيه اللي هي ثمن المصنعيه بتاعه حته الشغل. كانك انت بتبيع وبتشتري في المصنعيه بس، انما سعر الخامه ده عالمي ما نجيش جنبه. يعني بنحاول في قدر الامكان ان احنا نطور في الصنعه علشان ما نعملش خصيه وبالتالي تزيد الاجره على الزبون. والله يا جماعه انا اعتقد ان الفايده اللي نزلت في البنوك، يمكن الناس كتير اتجهت في ان لما الفايده نزلت في البنوك اتجهوا ان هم يدخلوا المتجرات للادخار في المعادن الثمينه اللي هي الذهب والسبائك والجنيهات. يعني اعتقد هذا يمكن هو عمل يمكن رواج في المنتجات وبالتالي ان هي الايام دي يمكن الطلب على السبائك والجنيهات اعتقد ان هو زاد شويه. لا اعتقد ان تتحكم في الاشكال هي، بص حضرتك، متطلبات. ناس كتير زمان كانوا بتعتقد ان ال 21 قيمته اعلى، وناس كتير بتعتقد ان ال 18 شكله احسن. تعالي بقى نقرب وجهات النظر ما بين النوعين دول. الناس بتقتنع ان ال 21 بيقول لك ان في نسبه النحاس فيه قليله، انا متفق معاك على هذا الاساس، ولكن سعره كام؟ يعني ال 21 سعره النهارده ب 775 جنيه عشان نسبه النحاس اللي فيه اقل من ال 18 اللي هو سعره 660 جنيه. هي نسبه وتناسب يا جماعه، العيارات على مستوى العالم ثابته، يعني نسبه الذهب في العيار ثابته. يعني العيار 18 اللي هو العيار نسبه الذهب اللي فيه 750، والعيار 21 نسبه الذهب اللي فيه 875. حتى البندقي اللي هو عيار 24 نسبه الذهب فيه برضه بيتقال انها 9 9 9، يعني مش بيور 1000، مش عيار 1000 بيور، وانما 4 تسعات او 3 تسعات اللي هو ناقص برضه فيه شوائب، مش ممكن يجي بيور ابدا اطلاقا. يعني 4 تسعات، وانه لان هو العيار ال1000 هو العيار الكامل، ومفيش الكمال لله وحده طبعا.